السلام عليكم ورحمة الله. أدعية حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء. هناك أدعية كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأدعية تكرر ثلاثا في الصباح والمساء، ويجب على كل إنسان مسلم أن يحافظ على هذه الأدعية. وهذه الأدعية هي: عليك أن تقول: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. يجب عليك أن تقول هذا الدعاء صباحا ومساء ثلاث مرات. انشر سنة نبيك صلى الله عليه وسلم لكي تنال الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. دمتم في أمان الله. فضلا منكم الاشتراك في القناة ولايك للفيديو، وكن شاكر جدا جدا لحضراتكم، وجزاكم الله خير.